اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. في طلبه الايام دي استغربت جدا ان هم بيبعتوا لي يسالوني على الشغل في السعوديه والسفر للسعوديه، وهل ينفع يجي السعوديه يشتغل ولا لا؟ وانا اجابتي واحده على كل الاسئله اللي بالشكل ده: انت كطالب ما ينفعش يجي تشتغل هنا، تمام؟ وده مخالف لكل القوانين. اوكي، طيب ليه؟ اولا انت كطالب انت لسه بتدرس ولسه عندك جيش ولسه عندك موال كبير خبره ولسه عندك محتاج تسجل، سواء بقى في هيئه سواء في نقابه مش عارف ايه، حتى في النقابه اللي عندك. خلاص، طيب انت كطالب ايه اللي المفروض تفكر فيه الفتره دي؟ لو هنفترض ان انت باقي لك مثلا كمان سنتين وهتخلص، 3 سنين وهتخلص، لسه بادئ وقدامك شويه على ما تخلص، فحتة السفر دي تفكر فيها من ناحية تانية بقى، ان انت تظبط اللغة بتاعتك، ان انت تشوف البلد دي محتاجة البوزيشن بتاعي يبقى ايه، يبقى معايا كورسات ايه، يبقى معايا شهادات ايه، دبلومات ايه، الكلام ده كله هيحتاج شهادة خبرة ولا لا. خلاص، لان انت اصلا الناس اللي هي متخرجة اصلا يعني في مشكلة في ان هو يلاقي سفر. هو كويس اللي انت عندك طموح وبتفكر من بدري، فانا بنصحك كنصيحه اخويه، تمام؟ وان شاء الله تعمل بيه، يعني كده كده غصب عنك هتعمل بيه، لان هو ما فيش سفر للطلبه. خلاص؟ الا ما يكون هو مسافر للدراسه، وفي جامعات او يعني هنقول اللي هو بيتيح ليك وقت معين ممكن تشتغل فيه علشان مصاريف الدراسه، لكن مش عقد كامل. خلاص؟ مش عقد كامل ولا حتى بارت تايم حاجه. إن لم يكن بقى أنت ليك شغل مثلا أونلاين، عندك قناة يوتيوب، شغال حاجات أونلاين وتقدم خدمة بتاخد قصادها مقابل، وده اللي أنت ممكن تعمله في خلال فترة دراستك، ما فيهوش أي مشكلة. لكن أنت كطالب لسه الجيش، أولا أنت مش هتطلع من المطار إلا ومعاك تصريح الجيش ومعاك شهادة الجيش ومعاك ما يفيد اللي أنت مقدر خدمة أو مش مقدر خدمة. فدي يعني بص، انسى اللي أنت تخش المطار اصلا من غيرها. خلاص، طيب لو انا جيت زياره مع والدي والدتي مع اختي مع اخويا بتاع، هل ينفع اشتغل؟ قانونا ما ينفعش اشتغل. خلاص، ما ينفعش اشتغل الا حاجه مثلا زي قناه يوتيوب، وانت بيجي لك ارباح منها وبتكسب منها، تمام؟ فبالتالي انت بتقعد تجمع حتى الارباح بتاعتك وتستلمها في مصر. تخيل، ما ينفعش تستلمها هنا الا لم يكن بالك حساب بنكي وبالدولار، وده برضو مش سهل للطلبه. خلاص، ان لم يكن بقى مثلا الوالد عامل لك حساب دولار وبتاع، فخلاص انت المبلغ هينزل لك عليه بالدولار، فانت ممكن سواء تصرفه هنا او تصرفه هنا. طبعا بياخد عموله كبيره، مش هخش طبعا في التفصيله الكبيره دي يعني. ماشي، تاشيرات العمل للمتخرجين واللي مخلص جيش، او اللي هو مثلا معاه شهاده ايه، تاجيل جيش، وكده كده هترجع للجيش غصب عنك. بص، ما لهاش مفر، هتهرب وتعيش بره وبتاع عشان تيجي مصر، او مثلا وانت بره عاوز الإعفاء بتاعتك بتاعت الجيش الأيام دي تقريبا وصلت من 5000 دولار ل 7000 دولار، هتدفعهم علشان يبقى معاك شهادة من الجيش. خلاص؟ لو كان في قضية وبتاع بياخد وقت وقصة، دلوقتي قال لك يا عم طب خلاص الناس اللي بره ومش عايزة تنزل دلوقتي وعايزة شهادة الإعفاء بتاعت الجيش لأسباب كتيرة بقى، خلاص، إن هو ممكن مثلا لما يجي يجدد الجواز السفر يجي يعمل مش عارف إيه، القصص دي كلها لو هو محتاجينها في أي سفارة من السفارات، فاهم؟ فكده كده هترجع للإيه؟ للنقطة دي. فأنت كطالب ركز في دراستك، اتعلم لغة كويس، اتعلم المهنة بتاعتك كويس جدا، شوف في الواقع أنت بيحتاجوا إيه، بيحتاجوا كورسات إيه، الكلام ده كله. ماشي، لكن الطلبة اللي بتبعت تسألني إحنا لينا شغل هنا ولا لأ، قانونا مالكش شغل. خلاص، بس كده، سلام.